خلي بالكم السجود جزء من عبادتنا. في كلمة ربنا في ناس كتير قوي سجدوا. نشوف بطرس وهو في المركب بيسجد للرب يسوع، بيعترف انه خاطئ. خلي بالكم السجود مش مجرد ممارسة، السجود تعبير عن العبادة. علشان كده الرب بيوصي شعبه في وصاياه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أحبائي السجود مهم، لكن الأهم منه أنه يكون تعبير عن حالة قلب حقيقية بتعبد ربنا. كان في فنان دنماركي رسم عمل تمثال للرب يسوع، والتمثال دوت كان ليه وهو بيسجد في بستان جسيماني. بعد ما خلص التمثال بيسأل واحد من أصدقائه، تعال اتفرج على التمثال وقول لي رأيك فيه. خلينا بعد ما نرجع من الفاصل نعرف رأي الراجل دوت في التمثال اللي رسمه المثال العظيم. رجعنا بعد الفاصل عشان نعرف رأي صاحب المثال الدنماركي في التمثال اللي عمله للرب يسوع. أول ما بص للتمثال قال له أنا مش شايف وشه، أنا مش قادر أشوفه، الإيدين اللي أنت حاططها حجبة وش المسيح. فقال له عندك حق، أنا عامل التمثال دوت عشان اللي عايز يشوف وش المسيح لازم يشوفه هو ساجد. أسألك سؤال، نفسك تشوف وجه الرب؟ نفسك تستمتع بحضوره؟ اتعلم بوقار وبخشوع تسجد قدام ربنا